أخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي. إن لم تكن مشتركاً بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الآن، ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك أي جديد. صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا أنها تعمل مع البنك المركزي لإنشاء إطار قانوني للعملات والأصول الرقمية، حيث أعلن لاميدو ياجودا المدير العام للجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أن حظر البنك المركزي للعملات الرقمية تسبب في اضطرابات كبيرة في السوق، وأن تعليق الخطط التنظيمية للعملات الرقمية للجنة سيظل ساريا حتى تتمكن البورصات من تشغيل حسابات بنكية في الدولة. أعلنت شركة بيتمين، الشركة المصنعة لجهاز تعدين العملات الرقمية، عن إصدار معلق لمعدني إثيريوم جديد في 16 من أبريل يدعى بأنت ماينر E9، وهو عبارة عن شريحة دارة متكاملة خاصة بالتطبيق والتي ستعمل على خوارزمية إيث هاش، ولكن قد لا تعمل منصة التعدين الجديدة على إصلاح نقص وحدة معالجة الرسومات GPU بعد كل شيء، ولكنها ستساعد في تخفيف مشاكل وحدة معالجة الرسومات الخاصة بشركة انفيديا. حظر جديد في تركيا سيمنع حاملي العملات الرقمية من استخدام أصولهم الرقمية للمدفوعات، بالإضافة إلى منع مزودي الدافع من توفير فيات أون رامس لتبادل العملات الرقمية، وفقا لإعلان صادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا يوم الجمعة. سيدخل الحظر حيز التنفيذ في 30 من أبريل، مما يجعل أي حلول وشراكات للمدفوعات الرقمية غير قانونية. تنخفض طاقة التجزئة في مجمعات التعدين الصينية وسط انقطاع التيار الكهربائي الإقليمي، حيث أثر انقطاع التيار الكهربائي لعمليات فحص السلامة في منطقة شينجيانغ الصينية بشكل كبير على معدل التجزئة، وذلك للعديد من مجمعات تعدين البيتكوين الصينية، حيث تم الإبلاغ عن هذه الأخبار من قبل وو بلوك تشين، مع تحطم أنت بول بنسبة 24.5 وتراجع بايننس بول بنسبة 20%، وكذلك هبوط BTC.com بنسبة 18.9 وتراجع بول إن بنسبة 33%. تجاوزت دوجي كوين كل من يوني سواب ولايت كوين لتصبح ثامن أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفع سعر العملة القائمة على ميمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقترب من 0.20 دولار، مع رسملة سوقية تقارب 23.8 مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع بسبب اعتماد المزيد من تجار التجزئة على دوجي كوين كشكل من أشكال الدفع لديها. أطلق كاينسيس، وهو نظام نقدي مدعوم بالذهب ومقره جزر كايمن، منصة تداول ذهب رقمية تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحويل الذهب والعملات الورقية عن طريق بلوكتشين، كما توفر المنصة بوابة دفع وبرامج ادخار مجتمعي للحج الإسلامي، كما يعد نسخة متوافقة مع الشريعة في إندونيسيا، مما يمهد الطريق لقبول أوسع للعملات الرقمية في أكبر دولة مسلمة في العالم. كان ذلك كل شيء حتى الساعة. إذا نال هذا المحتوى إعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الأخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية.